بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن ما زلنا في شهر الخير والبركة والمحبة والتسامح، شهر القرآن، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النار، ونحن في أواخر هذا الشهر. إن ليالي الرحمة قد أسرعت، وليالي المغفرة تمضي، وليالي العتق من النار تنادينا. ألا هل من مجيب للنداء الباري عز وجل سبحانه وتعالى حتى نختم صيامنا بمغفرة ذنوبنا إن شاء الله، وندخل من باب الريان الذي خصصه الباري عز وجل للصائمين؟ اللهم اجعلنا وإياكم منهم. أخوتي الكرام، السعيد من فر من ذنوبه وتقصيره إلى الرحمن، نفر منه إليه، الفرار من الله إلى الله، ونلتجئ من ذنوبنا وتقصيرنا إلى عفوه ورحمته ومغفرته. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. لذلك إخوتي الكرام، إذا أردت أن تستقيم حياتك أو تستقيم في عملك عليك، أو أن تستقيم أسرتك، فاجعل القرآن الكريم وردا لك وزادا لروحك ومنهجا لحياتك، ليكون ذلك في شهر الخير وما يليه من الشهور، لأن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، كما جاء في حديث النبي صلوات ربي عليه وأمة أهل البيت من بعده، حيث الصيام يقول: أيا ربي إني منعته من الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، والقرآن يقول: منعته النوم بالليل فشفعني به، فيشفعان له. نعم إخوتي الكرام، وهذا الأمر يجب أن يرافق الصيام والقرآن الخوف من الله والتقرب إلى الله بكل عمل تعمله أخي المؤمن. والخوف من الله خوف العبد على أنواع: خوف من المعاصي، خوف من ترك الطاعات، خوف من فعل الطاعات ودخول شيء من النقص كرياء وعجب أو شرك، وخوف من العذاب والحساب والنار والقبر، وخوف من العاقبة وسوء الخاتمة، والخوف من الله لما لأسمائه من هيبة في قلب المؤمن. نعم أخوتي الكرام، خوف من المعاصي، إذ كيف لا يخاف من قال تعالى في كتابه العزيز: وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. كيف لا يخاف من ظلم نفسه بالمعاصي؟ كيف لا يخاف من عصى الله إذ وقف غدا بين يدي الله تعالى شديد العقاب، في يوم لا تقوم له السماوات والأرض، في يوم تدك الأرض دكا، في يوم تنشق فيه السماء فيه أو فهي يومئذ واهية. وأيضا خوف من ترك الطاعات، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم يخاف العبد على ترك الطاعات لما أمره الباري عز وجل من فعل الخيرات، يخشى على نفسه إن قصر بها. وخوف من فعل الطاعات ودخول شيء من النقص كالرياء كما ذكرنا، أو العجب أو الشرك، لقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سألت عائشة أم المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية: هل هذه الآية خصت الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وأيضا قال أحد الصالحين: من عمل الحسن يحتاج إلى خوف ثلاث أشياء، فما ظنك بمن يعمل السيئة؟ إذا كان عامل الخيرات يخشى ويخاف، فكيف بتارك الحسنات؟ فكيف بتارك الطاعات؟ فكيف بفاعل الموبقات
لذلك إخوتي الكرام، هذه الأشياء الثلاثة الذي يجب عليه يخشاها ويخاف منها هو خوف القبول لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، وخوف الرياء لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وخوف التسليم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، خوف من العذاب والحساب والنار والقبر لقوله تعالى وإذا الجحيم سعرت وأعد للكافرين عذابا أليما، وأيضا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم أخوتي الكرام، خوف من العاقبة وسوء الخاتمة لقول المصطفى صلوات ربي عليه لا تعجبوا لعمل رجل حتى تعلموا ما يختم له، وأيضا سادسا الخوف من الله، صفات الله وأسماؤه الحسنى تورث هيبة في قلب المؤمن، فالله هو الجبار والله هو القهار والله هو القوي والله هو العظيم وهو سريع الحساب وهو شديد العقاب وهو المذل وهو المنتقم وهو الذي قال إن بطش ربك لشديد، وهو الذي قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعم أخوتي الكرام، هذا الخوف من الله، حيث قال الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه وددت أني إذا مت لم أبعث، ولما قرأ أيضا الخليفة عمر رضي الله عنه إذا الشمس كورت قال، وفي الحديث خر مغشيا عليه، وكان يقول ليت أم عمر لم تلد عمر، وأيضا عائشة أم المؤمنين قالت وددت أني كنت نسيا منسيا، وقال أبا ذر الغفاري وددت لو أني شجرة وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما جاءه الموت وضربه عبد الرحمن بن مجهم الورادي هذا الخارجي قال فزت ورب الكعبة. أخوتي الكرام، إذا كانت هذه حالة الأنبياء والملائكة وأهل البيت والأصحاب، فكيف تكون حالة تارك الصلاة فينا؟ فكيف تكون حالة عاق الوالدين فينا؟ فكيف تكون حالة مانع الزكاة فينا؟ فكيف تكون حالة الكذاب والنمام والمغتاب والغشاش أيضا وآكل المال الحرام؟ فكيف تكون حالة من ترك الصيام وترك ما افترض الباري عز وجل عليه وفعل الموبقات؟ نعم أخوتي الكرام، يجب أن يخشى الإنسان ربه في السراء والضراء، ويجب أن يخشى أيضا الذنوب المخفية، لأن أكثر الناس الذين يدخلون النار من الذنوب التي فعلوها بالخفاء. اللهم اجعلنا وإياكم ممن سمع فوعى وللحق بالحق اهتدى، واجعلنا وإياكم ممن سمع القول فاتبع أحسن أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.